اللهم صل على رسول الله. حضرتك انا لو جايب بضاعه يعني البضاعه ديت يعني عرفت 100% ان هي مش كويسه. ففي واحد برضو بيجيب معايا في من نفس المصنع فانا ارجعها للمصنع فيقول لي اديها لي وانا احاسبك عليها واخد المصنع يقول لك اديها لي، هل يجوز؟ ماشي يعني صاحب المصنع هيقول لي اديها لفلان وخد بدل ما انا اوديها له المصنع لان انا عارف ان هي مش كويسه ومضره وتضر الناس لو حد كان فيها او كده. بس تبين، لازم تبين للناس. ايوه ما هو اللي هياخدها مني ده هيديها للناس. يبين برضه للناس. يبين للناس، طب انا لو صاحب المصنع قال لي اديها لفلان وخد فلوسك منه. مفيش مشكلة. لا مفيش مشكلة. ماشي.